صباح الخير نوري، يسعد صباحك. يسعد صباحك وصباح جميع مشاهدي الأخبارية. وصباحك نور، صباح الخير لكل يلي عم بيتابعونا وين ما كنتوا عم تحضرونا. نهار جديد، مواضيع عديدة رح تكون ضمن صباحاتنا لليوم. أكيد يا رب هيك الخير والرزق الجميع طبعا للكل. اليوم الأرصاد الجوية ومبارح قالت أنه من المحتمل يكون في منخفض يوم الجمعة والسبت والأحد، رح يكون بأشده بالأماكن الشمالية والشرقية من سوريا. يمكن هون نلمح فقط بعض الغبار وبعض الرياح، فندير بالنا حالنا وبالأخص مرضى قربوا. وأكيد رح نكون مع مجموعة من الضيوف ضمن صباحنا لليوم نور. أكيد سلمى، عن جديد يسعد صباحك وصباح جميع مشاهدي الأخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. رحلة صباحية جديدة عم نبتديها معكم، فيها محطات عديدة من دمشق وأكيد للمحافظات السورية حصة برحلتنا. لكن كالعادة مع بداية كل رحلة صباحية بنتمنى نهار يحملكم الخير والرزق وراحة البال يا رب، والانفراج يا رب لكل الناس. خلونا نروح لفاصل نبتدي رحلتنا الصباحية. أما هلأ نور رح نروح لأولى محطاتنا، ومثل العادة طبعا بنروح لفقرة هل تعلم، لنتعرف على بعض المعلومات الجديدة والغريبة اللي يمكن عم نتعرف عليها للمرة الأولى. خلينا نشوفها بالتقرير التالي. هل تعلم بأن العادات الغذائية السيئة يلي بتصاحبها السمنة ممكن تكون العامل الأبرز للإصابة بالكبد الدهني؟ وهل تعلم بأن كل تفاحة بناكلها يدخل إلى جهازنا الهضمي أكثر من 100 مليون ميكروب وبتتركز في بذور التفاحة؟ لكن أكدت الدراسات العلمية بأنها مفيدة جداً لأنها بتحافظ على الوسط الجرثومي المعوي. وهل تعلم بأنه البصل له دور كبير بتقليل نسبة الكوليسترول السيء بالدم، الأمر يلي ممكن يعزز صحة القلب، كما أنه يحتوي على الفيتامين سي يلي من شأنه تقوية مناعة الجسم؟ وهل تعلم بأنه الزيت الغني بالأوميجا 3 بيساهم بتقليل مخاطر الوفاة في السرطان، وأيضاً يقلل من شدة خطر الأزمات القلبية؟ أخيراً هل تعلم بأنه نقص اليود في الجسم ممكن يتسبب بظهور عقد أو ورم في الرقبة وذلك لتضخم الغدة الدرقية؟ أما هلأ سلمى منرجع معك ومع المشاهدين بذاكرة اليوم لنتعرف على أهم الأحداث يلي تسجلت بمثل هاليوم بالتقرير التالي. اليوم 25 أيار، شهد هاليوم كتير من الأحداث اللي كانت مفصلية. قراءة سريعة لذاكرة اليوم. بعام 240 قبل الميلاد الاكتشاف الأول لمذنب هالي. بعام 1805 نابليون بونابرت يتوج نفسه ملكاً على إيطاليا. بعام 1909 القوات الفرنسية تحتل جنوب المغرب. بعام 1942 ألمانيا تبدأ هجومها على ستالينغارد والقوقاز خلال الحرب العالمية الثانية. بعام 1963 30 دولة إفريقية تعلن تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في أديس بابا. بعام 1973 إطلاق المختبر الفضائي الأمريكي الذي عرف باسم سكاي لاب إلى الفضاء من مركز كينيدي للفضاء، وبنفس العام مركبة الفضاء الأمريكية أبولو وعليها ثلاث رواد يلتحقون بسكاي لاب ويدوران حول الأرض. ومن الوجوه اللي أبصرت النور بمثل هاليوم من العام 1889 إيغور سيكوروسكي رائد من رواد صناعة الطيران أمريكي ومن أصل روسي. ومن الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من العام 986 عبد الرحمن بن عمر الصوفي مهندس وعالم في علم الفلك فارسي. رح نروح لأولى محطاتنا الصباحية ورح نحكي بمحطتنا الطبية لليوم عن التشنج القصبي. هي مشكلة صحية بتصيب القصبات الهوائية بالضيق، بتؤدي إلى مواجهة صعوبة بالتنفس، ممكن تنتج عن زكام ما تم معالجته بالشكل المناسب، وممكن يكون لأسباب أخرى. طبعا هي المشكلة بتؤدي لآثار خطيرة إذا ما تم معالجتها بشكل مناسب واكتشافها. خلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا باستوديو صباحنا غير لليوم،
اليوم الدكتورة نوار برادعي وهي اختصاصية بالأمراض الصدرية. صباح الخير دكتورة. صباح الخير، سعد صباحكم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. بالبداية قبل ما نحكي عن التشنج القصبي، خلينا نعرفه للمشاهدين شو هو فعليا، لأنه أحيانا كمان التوصيف له فيه بيكون عندك تشابه بالأعراض مع أمراض أخرى. التشنج القصبي هو مثل ما تفضلت وحكيت، هو حادثة مرضية بيصير فيها تشنج بالعضلات الملسية اللي بتحيط بجدار القصبات، يلي هي بتكون جدار القصبات، وبالتالي بتؤدي لتضيق بهذا المجرى يلي بيمر عبره الهواء اللي بنسميه المسالك الهوائية، وبتخلي مرور الهواء ضيق، يعني بيعمل لنا أعراض السعال، الوجع والوزيزة الصدرية اللي بيشتكي منه المريض. طيب دكتورة، خلينا نحكي أبرز مسببات هالمشكلة. هل هو فقط إذا شخص كان معه مثل ما قلنا بالمقدمة زكام وما تم معالجته بشكل صحيح بيتطور، ولا في أسباب تانية ممكن يكون للتشنج القصبي؟ لا، التشنج هو حادثة مرضية نتيجة عدة أسباب. ممكن يكون نتيجة لبعض إنسانات تنفسية فيروسية أو جرثومية، وخاصة بأشهر البرد بيصير في عنا إنسانات شائعة إنسانات فيروسية، وبالتالي بتعمل بعدها ما يسمى بالتشنج القصبي، ممكن تعمل لنا التهاب قصيبات شعري وبتساوي هي الحادثة المرضية. ممكن يكون نتيجة للتعرض لغبار أو مواد كيميائية أو ملوثات موجودة بالجو. ممكن يكون عند الأشخاص اللي بيعانوا من أمراض مزمنة تحسسية، أو مثلا أمراض الربو أو الداء الرئوي الانسداد المزمن، يلي هي بالأيوة COPD تماما، يلي هي الآلية الإمراضية فيها تنتج عنا التشنج القصبي والأعراض الناتجة عن هذا التشنج القصبي. فهو يعني أكيد العلاج الناقص للزكام، أو هو ممكن يكون ناتج عن الزكام وفي له أسباب أخرى، ممكن تكون أسباب حتى دوائية، يعني في أدوية بياخدوها مثلا مرضى الضغط أو بعض المسكنات بتؤدي لحدوث تشنج قصبي، بيكون المريض عنده استعداد لأنه يرتكس زيادة لهذا الدواء، أو مثلا ارتجاع المري أو يعني المسمية القلص المعدي المريئي كمان ممكن يعمل لنا تشنج قصبي. يعني بالمجمل هي معظم الأسباب إذا بدنا نحكي عنها اللي بتسبب التشنج القصبي. خلينا نحكي، يعني ذكرتي بعض الأعراض، هي هي الأعراض ولا في أعراض أخرى ممكن الواحد ينتبه لها؟ لأنه قلنا ممكن بعض الآثار يكون إلى من أمراض سابقة، ممكن في مؤشرات يعني فعليا أنا أقول إنه هيدا الشخص مصاب بالتشنج القصبي. تماما. هلا مثلا بعد الزكام ممكن الشخص يسعل، لكن لما بيصير السعال شديد بيشتد بالليل بيطلع معه صوت بيسميه المريض صفير او الوزيز الصدري، هذا بيشير لتشنج قصبي. اذا صار في عندنا الم بالصدر ممكن يكون في عندنا تشنج قصبي. طبعا مو كل الم هو تشنج، ممكن يكون الم عضلي بجدار الصدر، لكن لازم يتوجه للطبيب لحتى يتاكد. ممكن يكون في عندنا ضيق بالتنفس، يعني بيصير بيلهث المريض على اي جهد لانه في عندنا تضيق بمجرى الهواء، فهذا ممكن يؤشر ايضا لتشنج قصبي. طب بالعموم دكتورة، يعني نحن خلال هاي الفترات من السنة مثل مشايفين هلأ مثلا الانقلاب الصيفي والربيع اللي السماء عم يقبلوا ويجوا، فبالتالي عم نشوف كتير موجات غبار. من يومين كان في غبرة بالجو، كل مرضى الربو حسوا باختناق غير الناس العادية اللي عندهم حساسية، عانوا كتير من هذا الموضوع. صحيح. بهذا الجو قدي ممكن يكون معرض أو مؤهب أكتر أنه ينصاب بالتشنج القصبي؟ هلا مو بس بجو الغبار، حتى بفصل الربيع بحد ذاته هو مؤهب لهجمات الربو او لهجمات التشنج القصبي عند الاشخاص اللي عندهم مشاكل تحسسيه. غبار الطلع، الزهر يلي موجود هلا بالاشجار، يعني ناخذهم على جنينه بيقوم بيمرضوا بدل ما يشموا هواء. تماما. حتى في شيء بالشجر بيهر منه، يعني بنشوفه هلا بالشوارع كثير، كمان هذا بيحرض هجمات التحسس وبالتالي التشنج القصبي يلي بينتج عنه. بيعانوا منه كثير المرضى، بيصير في عنا سعال معند على العلاج، كثير بياخذوا علاجات ما بيستجيبوا عليها، بيصير في سيلان انفي، بيصير في تعطيس، بيصير في
احمرار احمرار بالعينين وألم صدري. والحقيقة كتير عم نشوفها هلأ بهذا الشهر، عم يصير في خلط بين إنه هل هو هجمة ربو، هل هو تشنج قصبي، التهاب أصابات تحسسي، أو هو زكام أو إنفلونزا، بصير في خلط بينها. صحيح، لأنه الأعراض أساساً متشابهة جداً. بس خلينا نحكي عن المحاذير، يعني اللي دائماً بنقول إنه مثلاً مصابين بالربو، حكينا سابقاً بعض المحاذير لازم يتجنبوها. كمان التشنج القصبي، شو هي أهم المحاذير؟ يعني لأنه بتلاقي في صعوبة بالالتزام بدائما المعلومات أو أي شيء بيقول لك عنه الدكتور، بتلاقي نحن عم يعني نوعا ما عم نلتزم فيه، بترجع إلى الأساس ما في التزام بشكل كامل. صحيح. هلا مثلا المخرشات بشكل عام لازم نتجنبها بما فيها الدخان والأرجيلة، لأنه هي يعني نحن في عنا حادثة تشنجية بالأصابات، بيجي أي مخرش بيزيدها. المرضى اللي بيعرفوا حالهم بيتحسسوا بهيك جو يلبسوا كمامة لما بيطلعوا من البيت، تجنب بعض الأدوية مثلا مضادات الالتهاب غير ستيرويدية، أو اللي بيعرفوا حالهم بيعانوا من أعراض حموضة أو حرقة بالمري لازم يتجنبوا أنه يتعشوا ويناموا مباشرة بعد العشاء، أو بعض الأكلات اللي بتحرض لهم وبعض المشروبات اللي بتحرض لهم. مثل شو؟ مثلا المشروبات اللي فيها الكافيين، مثلا الشاي، القهوة، هي بتحرض السعال، بتحرض ارتجاع المري، وبالتالي هو بحد ذاته بيحرض تشنج القصبي والسعال. إحنا في عنا سعال غير مستجيب على العلاج، نرجع للقصة المرضية للمريض أو بالاستجواب بنلاحظ أنه في عنده قصه حموضه او حرقه، شو ما اعطيناه علاجات ما بيستفيد. ببساطه من جنبه هدول الاطعمه بنعطيه حمايه معده، بيتحسن عنده السعال بالتالي بيتحسن. الحد بياثر دكتوره؟ لانه كنا بنعرف انه مثلا اذا حد عنده ربو او مرض تحسس بيقولوا له ما تكتر اكل حد او بهارات او توابل لانه بتزيد. صحيح. هلا هي بآلتين ممكن، اذا عنده مشاكل بالمعده بتحرض الارتجاع وبالتالي بتحرض التشنج القصبي، او اذا البهارات بحد ذاتها بتحسس يعني خلي فيه تخريش وبالتالي بيتخلي المريض يسعل، لأن هو يعني المري والحنجرة بجانب بعضهم إذا بدنا نحكي تشريحيا. أيضا الهواء البارد هو محرض يعتبر، يعني هلأ بفصل الصيف المكيفات الباردة هي بتحرض التشنج القصبي، وبفصل الشتاء الهواء البارد وفروقات الطقس يعني تحرض التشنج القصبي. لذلك دائما ننصح المريض أنه ما يكون في فرق بالجو. الروائح بتحرض؟ الروائح بشكل عام كلها تبلشنا بالدخان والأرض بالانتهاء بالعطور، في صعوبه لانه يعني حتى المحاذير كثير كبيره وقاسيه للالتزام فيها. يعني لذلك هي الحساسيه بالدرجه الاولى علاجها خط الاول الوقايه. يعني نحن كل شيء بنعرف حالنا بننزعج منه بنتحسس منه نبعد عنه وبعدين نلجا للعلاج الدوائي. طيب كمان خلينا نحكي دكتوره عن مرحله العلاج، يعني في كثير ناس بتخاف تتعالج لانه بنعرف انه اغلب هي الادويه بيكون داخل فيها ماده الكورتيزون. صحيح. ففي ناس تتضايق انه اعراضه، وخصوصا انه هو علاج مزمن، يعني هن مو شهر وراح يطيبوا، لا هن مدى الحياه عم يتعالجوا بهي الادويه، يمكن شهر بخف شوي الدواء، شهر اكثر وما الى ذلك. هل في طريقه امنه اليوم للعلاج؟ هل في ادويه صارت موجوده تخفف من نسبه الكورتيزون، ام في طريقه للتعامل لحتى شر لابد منه بس نحن بدنا ناخذ الطريقه ما ننضر من سلبياته كثير؟ هلا مو كل مرضى تشنج القصبي علاجهم بيكون بالكورتيزون، يعني نحن حسب سبب التشنج القصبي. ممكن يكون الكورتيزون انشاقي ومؤقت اذا ما كان عندنا قصه ربو، يعني اذا كان مثلا تشنج قصبي تالي لإنسان فيروسي، فهون نحن بنعطي موسعات قصبيه وبنعطي كورتيزون انشاقي اللي هو عباره بيكون اما جلسات بخاخات ارزاز او بخاخات. وهي يعني فكره الكورتيزون يعني ما بدنا نخاف منه لانه هو حيكون تاثيره موضعي على الجهاز التنفسي فقط، ما له تاثيرات جهازيه، يعني لا يسبب امراض الضغط، لا يسبب امراض السكري، لا يسبب بدانه اللي بيخافوا منها المرضى، ولا يسبب اعتماد مثل ما العالم عندها فكره. هو ما بيعمل اعتماد، المريض عم يتحسس من عم يتحسن على هذا الدواء، وبالتالي اذا اجته هجمه حيضطر يرجع ياخذه لانه هذا هو علاجه وليس لانه هو اعتمد عليه. هلا بالنسبه للحب رح يتاخذ بهجمات الربو الشديده، يعني بهجمه الربو الحاده هون الكورتيزون لازم يكون جهازي وفتره مؤقته وليس بشكل دائم. يعني نحن بنعطي المريض علاج بالكورتيزون الانشاقي كرمال ما نوصل لمرحله يضطر ياخذ الكورتيزونات الجهازيه. لذلك فكره الكورتيزون لا يخافوا منه، هو موضعي سواء كان بالانف بخاخات انفيه او على شكل بخاخ قصبي او على شكل حتى جلسات ارزاز.
وبالإضافة للموسعات القصبية ممكن نلجأ لمضادات التحسس اللي هي كمان بتساعدنا بعلاج الحالة التحسسية اللي عم يعاني منها المرض. يعني ذكرتي خلال حديثك دكتورة عم نحكي فعليا عن مرض مزمن يعني, بس تختلف طريقة العلاج حسب يمكن الشدة, يعني الشدة إذا كان خفيف الشدة أو متوسط الشدة أو قوي الشدة. العلاج الدوائي إذا بدنا نحكي عنه يعني دائما بنلاقي يعني هو دائما مرافق ولا كمان يختلف حسب شدة الحالة؟ هلا اذا انت عم تحكي ربو فهو اكيد بيختلف, لكن دائما الربو فيه كورتيزون انشاقي. الجرعه بتفرق, طريقه الاعطاء بتفرق, هل هو عند اللزوم او هو بشكل دائم. اذا عم تحكي مثلا سي او بي دي انسداد رئوي, هون الموسعات القصبيه هي الاساس بالعلاج وليس الكورتيزون الانشاقي. الكورتيزون بنلجأ له بمراحل متاخره لما بصير مريضي دائما عنده هجمات او عم يعاني من هجمات متكرره, فبالسي او بي دي علاجه غير علاج الربو. اذا عم تحكي انت بعد انسان فيروسي فقط العلاج لحتى تزول الاعراض وما عاد في داعي ناخذ العلاج ابدا. اذا عم تحكي بوقت التحسس فممكن نعطيه فقط بالشهور اللي بيتحسس منها المريض وبعدين مراقبه فقط بنلجأ للعلاج اذا رجعت له الاعراض. فهو حسب المرض, يعني علاج ما راح يكون بشكل دائم الا اذا صحيح. كان مريض عنده مرض مزمن مثلا ربو, يعني حتى التحسس صح هو تخلق مع المريض او مثلا تجي بشكل مكتسب فيما بعد, لكن مو شرط يكون علاجها بشكل دائم. حتى لما نقول الناس تصاب بالحساسيه يعني بتلاقيها بشكل دائم, حتى لو التزمت بهي نحن عم نحكي عنها المحاذير والادويه, التحسس حاله استثنائيه بشكل دائم. صحيح. يعني بتلاقي في توصل لمرحله الربو يعني بالبدايه بتلاقي في حساسيه مع علاج دوائي, بتلاقي حتى دائما بالمحيط في حدا من العيله لازم يكون في عنده هي الحساسيه. فلهيك عم نركز عنها لانه هي بعض القصص والتفاصيل الصغيره اللي ممكن فعليا تاثر حتى هو يعني نفسيا بتلاقي ما انه مرتاح, يعني بتبدل الفصول حتى عيونه بتدمع, بتلاقي بتحسس من اي شيء, عم يعطس محرج بيكون سيلان الانفي اللي عنده. صحيح. ويعني لهيك نحن بنقول للمريض انه لا يخاف من مراجعه الطبيب لانه بيخاف من الكورتيزون, بالعكس لما بيلاحق القصه من اولها ما بتزيد. يعني حتى لما بيلاحظ حدا من العيله انه في شيء بيشبهه, يعني مثلا اخوه مثله ابنه مثله, لانه هي الحساسيه يعني مرض ممكن يكون عائلي ممكن يكون وراثي. لذلك يعني لما بنلحق القصة من بدايتها ممكن ما توصل لمراحل متقدمة وما نضطر ناخذ علاجات شديدة. طيب دكتورة, احيانا بتظهر الحساسية بعمر متأخر. صح. يعني بيكون هو كل عمره ما عنده مشكلة من شيء, فجأة بعمر معين بنصير عنده بنلاقي هي الأعراض وبصير عنده هي الحساسية وبكتشف إنه هو بيتحسس. طب هل في مؤهبات؟ يعني اليوم نحن بنقول في أشخاص عندهم قابلية إنه هن ينصابوا بحساسية أكثر من غيرهم؟ طبعا. هلا القصة العائلية بتلعب دور لما بيكون في عندنا حدا بالعائلة عنده مشكلة تحسسية, لو إجت الحساسية عند الأشخاص اللي بيقربون على بعمر متأخر فهني عندهم استعداد. الجو يلي بيشتغل فيه المريض في شيء بنسميه ربو مهني, بيكون المريض عنده اعراض في مجال عمله بس يرجع على البيت او بالعطله بيكون مرتاح, فالجو اللي بيشتغل فيه كثير له دور بياثر عليه. يعني بعض المهن تؤثر. صحيح صحيح. في شيء اسمه ربو مهني مثل اللي بيشتغلوا بدهانات يمكن او بيشتغلوا بالطباعه الخشب نشاط الخشب النجار, هدول مواد كلها بتاثر عليهم. طبعا طبعا عاملي البناء هدول بتاثر عليهم. ومثل ما قلت لك الأدوية, يعني في مرضى كل عمرهم بيقضوا ما عندهم مشاكل, بياخذوا مثلا دواء للضغط بصير ما عندهم ضغط, بياخذوا دواء للضغط بيلاقوا صار في سعلي 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 كل الوقت, فبيكون الدواء هون هو المسبب بإيقاف الدواء بيتحسن المريض. طيب دكتورة بالختام بعض النصائح هيك لكل الناس اللي عم تتابعنا, شو ممكن أهم النصائح نحكيها لهم؟ هلا ذكرتوا انه ما يخافوا الاطباء المرضى من مراجعه الطبيب لما بتظهر عندهم, ولا يخافوا من فكره العلاج او الكورتيزون الانشاقي. يعني حتى بنلاقي المرضى بيرجعوا ملتزمين بالبخاخ الموسع القصبي وتاركين بخاخ الكورتيزون لانه بيخافوا منه, بالعكس هو امان لهم وهو وسيله لحتى ما تتطور حالتهم. بهذا الجو قدر الامكان نحاول نلبس كمامه, الاشخاص اللي بيعرفوا حالهم بيتحسسوا يلبسوا كمامه لانه هي ايضا وسيله حمايه. بجو المنزل قد ما فينا نكون ما عندنا ملوثات, ما عندنا تدخين, ما عندنا أرجيلة, يعني نحرص على الأطفال ونحرص على الكبار, ما نستخدم كثير معقمات, عطور قدر الإمكان نحد منها, وننتبه لأغذيتنا ونلتزم بالتعليمات. صحيح. يعني دكتورة نوار بدنا نشكر وجودك معنا, وإن شاء الله نكون قدمنا شوية معلومات لكل الناس يلي بتتابعنا. نحن نعتبر أنه نحن عم نعطي عيادة أو استشارة مجانية, بس أكيد الذهاب لعند الطبيب هو أساسي لأنه كل شخص حالة مختلفة بحد ذاته. شكرا لك.
شكرا لكم، شكرا لبرنامجكم يلي دائما بيحمل فقرات حلوه ومتنوعه. شكرا لك ولوجودك معنا. اما هلا نور صار الوقت لحتى نروح لغرفه الاخبار للاطلاع على اخر المستجدات اللي عم تشهدها الساحه السياسيه محليا عربيا وعالميا مع زميلتي شيرين مصطفى. صباح الخير شيرين. صباح الخير سلمى. صباح الخير نور. مشاهدينا موجز لاهم واخر الانباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أكدت سوريا أن أحلام فرنسا بإعادة موروثات حقبة الاستعمار والهيمنة على الشعوب لم تعد صالحة للعالم اليوم، مشيرة إلى أنه على الدبلوماسية الفرنسية مراجعة مواقفها المنفصلة عن الواقع. وزارة الخارجية والمغتربين قالت في بيان: تابعنا مؤخرا الهستيريا والمواقف المعزولة والمنفصلة عن الواقع للدبلوماسية الفرنسية التي فقدت صوابها وبعد القرارات التاريخية التي اتخذتها القمة العربية في المملكة العربية السعودية تجاه سوريا، مضيفة أن فرنسا التي فشلت في أدواتها الإرهابية في تحقيق أهدافها في سوريا قد أصابها العمى وعدم الاعتراف بالحقائق والتغييرات الجارية على الساحتين العربية والإقليمية وعلى الساحة الدولية. أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر في أريحة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المعززة بآليات عسكرية اقتحمت نحو 30 منزلا وحاصرتها ونفذت عمليات تفتيش، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 8 مواطنين بالرصاص الحي. أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن واشنطن فقدت الحياد والنزاهة اللذين لا غنى عنهما للوساطة في حل القضية الفلسطينية. أضاف نيبنزيا أن المعايير المزدوجة لزملائنا الأمريكيين تتجلى بوضوح في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتواصل الولايات المتحدة محاولات أحادية الجانب لعكس التدهور على المنطقة من خلال استبدال العالم السياسي الحقيقي بعالم اقتصادي. وفي خبرنا الأخير، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الدول الغربية فشلت في ضرب اقتصاد بلاده، لافتا إلى أن الناتج الإجمالي المحلي لروسيا يواصل نموه بتتابع وبصورة منتظمة. وقال بوتين خلال انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الأوراسي أن حجم المشاركة في المنتدى الاقتصادي الأوراسي يجسد أهمية الاتحاد الأوراسي في العالم الراهن. فجميع الدول المشاركة فيه تسعى لعلاقات متوازنة تعتمد على مبدأ المصالح المتبادلة. ختام الموجز، والآن عودة إليك سلمى. شكرا لك شيرين، ويسعد صباحكم عن جديد لكل يلي عم بيتابعنا. ولوين وصلنا يا نور؟ اما هلا سلمى خلينا ننتقل لمادتنا التاليه وتحديدا لعالم الاطفال. يمكن الاطفال في لهم فروق فرديه، صح، مهارات مختلفه، لكن في طفل ممكن يحكي على بكير، في طفل بياخذ وقته ليحكي، بس مع الوقت عم نسمع كثير على تاخر النطق، في مشكله باللغه، في مشكله باللفظ. كيف فينا نعرف فعليا انه طفلنا عنده مشكله بالنطق؟ خلونا نتابع هالتقرير ونشوف أهم النقاط الأساسية اللي ممكن الأم تركز عليها بالمادة التالية. هناك أسباب كثيرة تجعل الأطفال يعانون من صعوبة في تعلم الكلام. أحياناً يكون السبب مجرد تأخر في تطور مهارة التحدث، وفي أحيان أخرى قد تكون هناك مشكلات خاصة تتطلب الخضوع للفحص والعلاج، ربما على يد خبير أمراض النطق واللغة. وعند حدوث هذا النوع من المشكلات لابد من تقييم الحالة من جانبين. الجانب الأول هو اللغة. إذا كان الطفل يعاني من مشكلة في تطور اللغة، فهذا يعني أن لديه مشكلة في تطور المفردات وتعلم ماهية الكلمات المختلفة وتحديد معانيها، وقد تكون لديه مشكلات في فهم ما يقوله الآخرون، أو يجد صعوبة في تعلم صيغ نحوية معينة كصيغ الماضي، أو ربما يجد صعوبة في تعلم كيفية تجميع الكلمات معاً بالترتيب الصحيح. الجانب الآخر هو النطق. النطق هو الصوت المسموع للغة. عندما يتحدث الناس فهذا أحد أشكال اللغة، ويتضمن النطق تحريك أدوات النطق، وهي اللسان، الفكان، والشفتان لإصدار أصوات حروف اللغة.
من أبرز العلامات التي قد تدل على وجود مشكلة نطق عند الطفل. في مرحلة الولادة إلى غاية 12 شهراً، عدم التفاعل مع الضوضاء المحيطة، نادراً ما يصدر الرضيع أصواتاً، عدم ضحك الصغير أو ندرة ابتساماته. من 12 شهراً إلى 24 شهراً، لا يصدر الطفل أصواتاً متنوعة، لا يتعرف على اسمه أو لا ينطق بعبارات معينة، لا يقوم بحركات من أجل التواصل مع الآخرين على غرار الإشارة بالإصبع، لا يحاول تكرار ما يسمعه. أما هلأ رح نروح لمحطتنا التالية، وهي المحطة كتير مهمة. رح نحكي اجتماعياً اليوم ونفسياً عن الزواج. الزواج هو نقلة هامة بحياة اثنين من الأشخاص، من حياتهم الفردية اللي بينفردوا فيها بالتفكير وبالقرار وبالحياة وبيتحمل مسؤولية شخص واحد في بعض الأحيان، إلى الشراكة مع نصف آخر بكل تفاصيل الحياة، من الأكل لللبس للنوم للمصروف لكل شيء. هذا الشراكة بحد ذاتها يمكن عند البعض بتخلق صعوبة، وعند البعض الآخر ممكن يكون بيتقبلها بشكل عادي. أنت شلون بتشوفي نور؟ هلأ مفهوم الشراكة إذا بدك ترجميه على الأرض سلمى هو مفهوم جدا جميل، المشاركة. يعني بيقولوا للأم أهم شيء تعلميه بالبداية لطفلك هي المشاركة والتشاركية مع الآخر. فلما نحكي بإطار أوسع بإطار الزواج، المشاركة جدا جميلة، بس لازم نعرف بهذا الزمن قديش هي المشاركة ممكن تكمل وصعوباتها. يعني اليوم عم نحكي عن السوشيال ميديا، اليوم عم نحكي أوضاع اقتصادية صعبة، معيشية قاسية. اليوم مثلا بتلاقي كان في قصص ممكن الزوجين بيتفقوا عليها، السوشيال ميديا صار عم يكون إلى آثار سلبية. صحيح. الناس عم تشوف الكوبلات قديش مبسوطين وسعيدين، عم يشاركوا أهم لحظات حياتهم، وهذا اللي بنشوفه على السوشيال ميديا فعليا، اللي هو ممكن ما يكون صحيح، ما يكون صح. فعليا فقط لجمع الترند واللايكات، فأحيانا عم يسبب أزمة خصوصا لجيل اليوم، لأنه عم يكون في اختيار باختيار شريك في أمور كتير صعبة، في قدوة خاطئة. نحن دائما بنقول اليوم اختيار القدوة ما يكون من الظاهر اللي نحن عم نشوفه على السوشيال ميديا للأسف، لأنه في أحد الشركات عملت فيديو أنه خلف ما تراه اليوم على هاي صحيح. الصورة صحيح. أنه هذا الشخص ممكن بيمسك كاسة بيصور معه أنه هو سعيد، بعد شوي بيكبها لأنه هو أخذ فقط للصورة. وهيك الحياة، أنا ما فيني أخذ شخص أو نقي شريك حياة اليوم فقط لأنه هو رح يكون مناسب للصورة. هيك حتى تأثير السوشيال ميديا، ليش عم نحكي عن هيدا الجيل خصوصا بالزواج والارتباط، بتشوفي الكوبلات قديش مبسوطين وكذا، لما يحل الانفصال بتشوفي بقى بيطلع يعني كل شيء بيطلع، قديش في قصص ومخباي وقديش عم يعانوا والفضائح. فهيدا مؤلم، لانه جيلنا جيل اليوم عم يتابع السوشيال ميديا، عم تاخذ حيز كتير كبير من اهتمامه. بس اختيار الشريك اليوم، العاطفه ولا العقل قديش بيلعب دور؟ سابقا ما كنا نشوف قديش العقل كان بيحكم، اليوم عم يكون في عاطفه ولا يكون في تشاركيه؟ لنحكي عن هذا الموضوع اكثر بشكل موسع معنا الدكتوره تغريد مسلم، استاذه في علم النفس. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يسعد اوقاتك دكتوره، وصباح الخير. بيعلم الاجتماع، اهلا وسهلا فيك. انت لانه بتعالجي نفسيتنا فنحن بيعلق معنا علم النفس اكيد. طبعا مكمل، يعني هو الاجتماع مكملين بعض، بيكملوا بعض. صحيح. يسعد صباحك دكتوره. صباحي. مثل ما كنا عم نقول اليوم، الزواج هو نقله هامه بحياه كل شخص، وهي فعلا بيأثر باثنين، هالاثنين رح ياثروا بعدين بمجتمع، باطفال، باسره كامله. الاسس اللي لازم اليوم الشخص يفكر فيها سواء كانت المراه او الرجل لما بده يختار شريك حياته. صحيح. الحقيقه انه يعني هن مو بس مؤثرين، هم اساس اساس المجتمع القادم. صحيح. فعند الاقبال على خطوه الزواج بين الشاب والصبيه، لابد انه يكون فيه معايير يتم الرجوع لها. من أهم المعايير اللي بدي أنا أعتمد عليه أو بدي أخذها بعين الاعتبار عند اختيار شريك الحياة، أول شيء الصدق، يكون فيه مصداقية. يعني من غير المنطقي إنه مثل ما حضركم بلشتوا بالسوشيال ميديا واللي بتقدمه واللي ممكن يكون كله كذاب. صحيح. فأنا ما فيني ابني حياتي على شيء على مظاهر، وبعدين لما بتبدأ الحياة بين هالشريكين يكتشفوا بعض إنه كله كذب بكذب، وهون صحيح. بيكون الانفصال، بتكون المشاكل والانفصال. فأول مبدأ لازم يعتمد عليه تكوين أو هالشراكة يكون المصداقية، اثنين يكونوا صادقين مع بعض، صريحين، عارفين الاثنين شو بدهم، عندهم أهداف مشتركة، يتشاركوا بأهدافهم، وكذلك التقدير والاحترام. هدول أساسيات لا يمكن الاستغناء عنهم، حتى
تبدأ ونقول الخطوة الأولى لحتى نشوف بعدين شو هي العوامل الأخرى اللي نحن بدنا ناخدها بعين الاعتبار. هون بتجي بعدين تتدخل العائلة، بيكون في معايير للعائلة، للوضع الاقتصادي، للوضع النفسي، قبولهم هن الطرفين لبعضهم، قديش هن بيقبلوا بعض، قدي ممكن يتحملوا بعض، لأنه دائما بدهم يحطوا أما بالعين الاعتبار أنه أنا قديش ممكن اتحمل هالشخص، وهل أنا قادر أني أكمل حياتي معه لآخر العمر ولا لا. فهالأشياء بدهم ياخذوها بعين الاعتبار حتى ما يتفاجئوا بصدمة، لأنه الحياة بتخبي لنا كثير مفاجآت. صحيح. يعني ممكن شفنا خلال إحنا بسوريا خير مثال على المفاجآت، يعني اللي صار معه حادث وأصبح مقعد، واللي صار يعني ما ضل عنده عمل، وهو كل هالتحديات اللي ممكن أنا بدي شوفها بحط احتمال، هل أنا قادر أتحمل هالشريك إذا ساءت ظروفه، إذا تغيرت أحواله، إذا تعرض لظروف مفاجئة، أو تعرضنا إن الطرفين، طبعا المفاجآت ممكن أنها تحتمل للطرفين، فهل الاثنين قادرين أنهم يتحملوا كل ما تخبئه الحياة لهم، قادرين على الاستمرار؟ هون بقى بنجي بقى للخطوات الثانية ونشوف الوضع الاجتماعي والاقتصادي والنفسي وغيره. لابد من انه الاثنين يكون في توافق، في توافق روحي وتوافق نسميه الكيمياء مع بعض، في هيك يعني قبول للاثنين حتى يقدروا يتحملوا بعض، وبالاضافه انهم يعرفوا كل حدا يعرف مزاج وشخصيه الاخر وهل يتوافق ام قادر على التحمل لها المزاج او لها الشخصيه. كذلك انا في عندي عائله، انه هون لما الصبيه او الشاب بدهم يرتبطوا في عائله اخرى انت بدك يعني تدخل عليها، هل هالعائله انت مقبول لها وقادر على التوافق لها، قادر انك تكون عضو ضمن هالعائله؟ لانه لما بدهم يتزوجوا رح يشاركوا العادات والتقاليد والافراح والاحزان، يا ترى هل انت ضمن هالعائله رح تثبت وجودك؟ هل انت اهل للثقه بالحياة وبالعائلة وبكل الظروف اللي ممكن نحن نمر فيها؟ هون ممكن نقول وضعوا الأساسيات لحتى يقبلوا ولحتى يجيبوا لنا يعني أسرة جديدة، أو ليجيبوا لنا أفراد جدد على هالمجتمع ويبنوهم بشكل صح، لأنه البناء الصح بيعطيني أبناء صح وبيعطيني أسرة جديدة تكون صحيحة. هاي نقطة كتير مهمة اليوم، يمكن بكل الدراسات الأخيرة اللي عم تقام دائما عم يقولوا لك في ازدياد بنسبة الطلاق، يعني كان في قدسية للزواج سابقا ما عم نشوفها اليوم، يعني كان ما نسمع بحالة الطلاق بهي السهولة أو صح. بالفترة الوجيزة يعني اثنين تزوجوا بتلاقي بعد شهر أو سنة بتلاقيهم تطلقوا. اليوم يعني يمكن العصر بيلعب دور، السوشيال ميديا بيلعب دور، وخصوصا بتقلك المرأة يمكن هي أكثر عاطفة، بتقلك لما كنا بفترة الخطبة ما أحلى وكنا متفاهمين، بيجي للزواج الحقيقة على أرض الواقع بتكون مختلفة. خلينا نحكي عن العقل والعاطفة هون، ونحكي بداية مع المرأة أو عن المرأة، ونحكي عن الرجل لأنه هي دائما بتتحمل المسؤولية. أنا كيف فيني اليوم حكم عقلي وعاطفتي بنفس الوقت، لأنه هي العاطفة بتحكم المرأة أكثر، وفعليا قدسية الزواج قديش فيني أنا أسس من البداية؟ يعني لما نقول زواج يعني في أسرة، في عائلة، ممكن يكون في أولاد، قبل ما تسمع يعني لأنه في أولاد لازم نحافظ على هاي الأسرة. اليوم في استسهال إذا فينا نحكي بهي القصة تحديدا. صحيح. يعني العاطفة ضرورية لبناء العلاقة لكن لا تكفي، والعقل ضروري لكن لا يكفي، للأسنان معا هم ضروري. يعني لابد من أن يكون في عاطفة وفي عقل. المعروف أنه نحن دائما تصرفاتنا تكون مبنية على مشاعرنا، ونحن شعب عاطفي، فلذلك بنندفع وناخذ قراراتنا وفق لعواطفنا، وهون بنقع بالفخ، نجي بعدين لفترة العقل ونفكر بالحياة شو يلزم الحياة، نصطدم بالواقع، ولذلك نحن عم نشوف حالات طلاق كثيرة وكانت فعلا غير مقبول، يعني كانت حالات الطلاق أو تقول مطلقة يعني بينحط كثير محاولات حتى ما توصل، لأنه سمعة اجتماعية يعني منا لائقة بالمطلقة. هلأ حاليا عم نشوف أنه لا، ما عاد في مشكلة بهال، يعني عم نشوف في تغير بالقيم،
اللي هي نحن اعتدنا عليها، يعني صار الطلاق ايه مقبول، لا هي بتطلق يعني بتحط مهر عالي وبعد شهر شهرين بتطلق بتاخذ المهر، او هي بتتزوج لبرستيج اجتماعي وبعدين إيه ما عندها مشكله تنفصل. لا كمان عم نشوف هلا ظاهره انه الفتيات يعني عم تنطلق للخارج، عم يكون في زواج من المجتمعات الاخرى غير مجتمعاتنا غير ثقافتنا، عم نشوف تزوجت ايطالي الماني روسي شو كل الجنسيات، عم نشوف انه هي عم تنطلق لمجتمعات اخرى، وهذا شيء غريب وصعب يعني انه نحن نقبله. او العادة يعني كان العكس، كنا نشوف الشباب يطلعوا، كنا نشوف الشباب يطلعوا يجيبوا اجنبيين او قعدتهم بقلب، هلا صرنا عم نشوف العكس، هلا عم نشوف البنات يعني عم نشوف البنات هن اللي عم يطلعوا لبرا، يعني عم بيلاقوا حلول حتى لو الازمه موجوده، الشباب ما عم تتزوج الصبايا عنا عم يلاقوا حلول. فاحنا بنشوف انه في تغير بالقيم، وفعلا صار حالات الطلاق كثيره وشائعه ونسب الطلاق تزداد. البعض بيقول انه الوضع الاقتصادي، مو بس الوضع الاقتصادي، لانه سابقا اهالينا تزوجوا ما كان في وضع اقتصادي منيح وتزوجوا على اشياء بسيطه وقامت حياتهم على اشياء كثير بسيطه، بس ما هذا شيء مخيف لما نقول لانه القيم تبدلت وتغيرت، يعني ما شيء انذار، يعني هيدا لما نقول عم ندق ناقوس الخطر اليوم. صحيح. لانه نحن مسؤولين عن تربية جيل بأكمله، فلما صحيح. تتغير هي المبادئ والقيم بالأخير أنا بدي أنقل للجيل القادم. صحيح. الحقيقة ناقوس الخطر مو اليوم، ناقوس الخطر كان مع بداية 2011 لأنه الحرب اللي كان أساس الحرب على سوريا هي حرب ثقافية لضرب قيم ومعتقدات وعادات هذا المجتمع، وبالتالي اكتملت كمان اجت السوشيال ميديا مرافقه لها ودعمتها وقوتها عززت يعني ثبتتها. يعني نحن اذا هلا بنشوف يعني الابناء وحتى كل افراد المجتمع بنشوفهم انه او خاصه الابناء بنشوف غالبيه الوقت وين عم بيكون موجود؟ عم بيكون موجود على السوشيال ميديا، يعني كانت الاسره هي الاساس بالتربيه ثم المدرسه ثم يعني، فهلا عم نشوف المربي الاول هو السوشيال ميديا، عم بيرجع للسوشيال ميديا عم ياخذ كل معلوماته كل افكاره من السوشيال ميديا. طيب اذا انا كانت سلوكياتي هي مبنيه على ما في داخلي، على ما حصلت عليه من معلومات وقيم ومعتقدات وافكار، هالافكار وهالقيم كلها عم ياخذها من السوشيال ميديا. اذا ليس بالغريب انه هلا نشوف البنات عم تطلع وتتزوج من مجتمعات اخرى، لانه ثقافتها عم تنبنى، عم نتشارك، صرنا عم نتجه لثقافه واحده عالميه اللي هي من خلال وسائل التواصل، وبالتالي من الطبيعي انه نشوف انه هن عم يتوجهوا للمجتمعات الأخرى ويقبلوا المجتمعات الأخرى. يعني احنا من الصعب انك تقولي انه اي كيف انا بدي اتشارك، لانه المعروف انه زوجين عم يتزوجوا بدهم يشاركوا الحياة العائلية في حياة اجتماعية اهل من الطرفين، هلا عم نشوف انه ايه عم يقبلوا هذا الشيء وعم يكون عندهم استعداد انه نحن نتشارك، وعم نسمع عن حالات يعني إيه عم بيعطوكي صوره انه ايه هن توافقوا ومشيوا حياتهم مستمره. فاذا هون انا عن امامي يعني كمان امر خطير كثير وهو السوشيال ميديا، انه نترك ابنائنا طيله الوقت على السوشيال ميديا، اذا لغينا دورنا، تراجع دورنا نحن بالتربيه وإننا ناسسهم على قيمنا وعلى ثقافه مجتمعاتنا، وبدأ ينطلق لثقافة جديدة. فإذا هون صار يعني تدخلي رح يكون تحصيل حاصل لما بيقرر ابني الزواج أو يقرر على أي خيار. طيب دكتورة خلينا نسأل اليوم سؤال جدلي، ويمكن من زمان لهلأ هذا السؤال عم نحاول نلاقي له أجوبة تتناسب مثل ما بنقول مع الوقت اللي نحن فيه، المعايير اللي أنا لازم أختار عليها واللي هي تختلف من زمان لمكان، ونحن وصغار كنا نسمع بأفلام الأبيض والأسود. صح. جيلكم غير جيلنا. صحيح. هي فجوة بين الأجيال والحضارات موجودة دائما. صحيح. فاليوم قديش نحن قادرين فعلا نتعامل مع معايير؟ هل في معايير ثابتة أم أن المعايير نفسها تغيرت؟ إذا إجينا للمعايير المثالية عم نقول الصدق والاحترام والثقة، واللي يكون فيه وضع الاجتماعي يعني التوافق ما بين الوضع الاجتماعي، التوافق الفكري، التوافق النفسي، التوافق العاطفي، نجي لأرض الواقع ونشوف هل الكلام هو موجود، الحقيقة اللي بنشوفه نحن على أرض الواقع مختلف تماما. صحيح. يعني صبية المهم يجيب لها خاتم ألماس،
تقدمها، يعني هذا هو الزواج عندها، لازم تعمل عرس، تصوره على السوشيال ميديا، لبسة خاتم الألماس يعني طقم الألماس، هذا هو زواج المثالي، عرضته على السوشيال ميديا، كل الصبايا صار بدها تقلد، صار بدها نفس هذا الشيء. فلذلك بنشوف المعايير، يعني عم نشوف نحن كنا نقيس المعايير بشيء، حاليا تقاس المعايير بشيء اخر، يعني الضوابط اصبحت، يعني كانت العائله تتدخل والى دور ويعني لا يمكن تجاوزها، حاليا عم نشوف الضوابط عم تختلف وعم تتغير. صحيح. وحتى عم نحسها غريبة علينا. لكن هذا ما بيعني انه ما زال في اسر لا بتمشي بالضوابط، هذا لا، حاليا زواج العائلات موجود، زواج خلينا نقول المناسبات، يعني صبايا للأهل اللي عندها صبايا بتاخذهم على مناسبة اجتماعية وعلى مناسبة دينية لحتى تعرض بنتها أو ليتم خيارها من عائلة من نفس المستوى أو نفس المجتمع أو نفس العادات والتقاليد، ما زال هذا الشيء موجود وما زال وهذا الشيء موجود. يعني حاليا نحن بتناقض فظيع بمجتمعنا، وهالتناقض هاد مؤشراته خطيرة جدا. فلذلك بنشوف إنه فعلا الخيارات عم تكون المعيار المادي عم يكون أساس حاليا. حتى لو ما في معيار مادي، يعني هلأ في أشياء كتير عم نسمع اليوم بعيدا عن المعيار المادي، المعايير، يعني اليوم السمات اللي بيتصف فيها الشاب أو الصبية إنه والله الشاب ظريف حباب، منه نسونجي، ما نوع عينه زايغة كتير منيح، يعني حتى هي المفردات ما كنتي تسمعيها، يعني يقولك شباب اليوم مو كلياتهم مثلا بيوت أولاد بيوت، يعني هي المفردات صارت يعني حتى مسموحة، قبل كان مش ممنوعة، يعني والله هذا الشاب يا ماما ظريف طلع يعني ابن حلال، لا المفروض هي المعايير الأساسية اللي أنا لازم اتبع كأسرة اليوم، إنه الشاب فعليا يعني يكون متعلم أو مش متعلم، ابن بيت يعني هو فهمان متربي، اليوم حتى هي المعايير صارت يعني علامة فارقة للأسف، يعني صارت علامة فارقة، يعني لما اليوم بيقولوا لك من ميزاته للشاب ما كان عنده علاقة سابقة هو ابن بيت وابن عائلة، يعني لا هو المفروض هي الأساسيات. فهون لهيك عم نحكي عن أسس الزواج وخصية الزواج، قديش هي المعايير والقيم اليوم عم تختلف، قديش واجبنا نحافظ على هي القيم والمعايير فعليا نحن نورثها لأولادنا، لأنه أنت يعني المسؤولة عن النواة الأساسية بكل مجتمع، نحن عم نقول الأسرة هي النواة الأساسية لكل مجتمع. فعلا المعايير عم تختلف، يعني كان قبل ابن عيلة محترم مؤثر اجتماعيا مقبول ناجح متعلم، هلأ حاليا مو ضروري يكون متعلم بس راكب سيارة أحدث موديل، عنده بيت بالمكان الفلاني، مو ضروري يكون يعني ابن عيلة، خاصة حالات الغنى اللي لقيناها من غير يعني أو عنده سمعة مشبوهة مثلا وين المصاري جاء هذا صار مقبول. صحيح. صارت هيك يعني، لذلك عم نشوف نحن شريحة طفت على المجتمع ما بنعرف منين اجت وهيك ركبت الموجة وصارت هي يعني سيدة المجتمع. وسابقا لا، كان ليكون هو يعني له وزنه بإشي ومحترم اجتماعيا، في علم، في فكر، في عائلة، في جهد، في عمل، في عمل، في يعني في شيء، في عائلة تعبانة على تربية، يعني تعبانة على تربية الأولاد حاليا، يعني ما معروف منين عم يجي، ولا عم يكون هو لي. ولذلك عم نشوف انه نحن ظاهرة هالشيء يعني صارت سائدة، انه يعني وهذا رح تكون مهددة بالخطر والانفصال، لذلك بنلاقي الطلاق صار كثير موجود، لانه ما في شيء مبني على الحقيقه وعلى الصح. فاذا نحن بنرجع انه دورنا نحن لازم نوصل لابنائنا ونربيهم على هذا الشيء، وفعلا يرجع دور الاسره كما كان، ونخفف من المتغيرات الخارجية اللي أصبحت عم بتحل محلنا، بتأثر. صحيح. يعني نرجع نقعد مع أولادنا ونتحاور معهم ونوصلهم، نتشارك معهم هالعادات والتقاليد، نتشارك معهم هالأشياء اللي ربينا عليها لحتى هن ياخدوها، لأنه معروف كل مرحلة يعني إلى خصائصها، يعني بياخدها بالتقليد، بيقلد مثلك، بيصير يعني الأشياء اللي أنت ما بتحبيها يعني ما بيعملها، اللي بتحبيها بده يعملها، هالأشياء ما بتجي هيك يعني بس يكبر لحتى طبعا. يجي له اياها يعني. لا، هي بتشربها من بالتدريج. خلال السنوات الاولى بعمره لحتى يطلع عندي انا شاب ناضج وعنده انتماء، عنده انتماء. وبنرجع بناكد على الانتماء، نرجع ننتمي لثقافتنا، لديننا، لاخلاقنا، لمعتقداتنا، لحتى فعلا نستمر بمجتمعنا. اكيد. دكتوره، هلا كمان بنشوف ظاهره صارت موجوده كثير اللي هي
بسموها الناس الناصحة أو البعض بسميها المنظرين حتى عبر السوشيال ميديا، بيقعد قدام الكاميرا وبيقول لك خمس خطوات لازم تنتبه عليها. إيه؟ إذا كان الشخص فيه واحد اثنين ثلاثة معناته هو ما بيحبك، إذا كان كذا لا تستمر معه بالعلاقة وكذا. هي كمان صح. بنت عند الأشخاص تقييم فصار إنه مثلا هذا الشخص إذا قال هذا الجملة معناته هيك صح، مع أنه كل واحد فينا ممكن تختلف، ممكن أنا يكون عندي صفة سيئة بس ما قابلها فيه عشرة صحيح. جيدين يعني اليوم نقدر نعطي وصفة؟ فينا لا نقول وصفة؟ أبد. أولاً أنا لما بدي أعطي وصفة بدها تكون هالاستشارة مو وصفة، لأنه هون أنا ماني أمام أكلة يعني أمام حياة، فأنا ممكن يعني أعطيك رأيي، أعطيك إدلي عليك ببعض الخطوط الرئيسية، الخطوط اللي هي تشوف أنت ما يناسبك هل تتوافق النصائح مع حياتك تأخذ فيها. فأما أعطي وصفي هذا غلط. بالإضافة هدول اللي قاعدين على السوشيال ميديا وبيعطيك النصائح واحد اثنين ثلاثة بيعطي وصفات بالأصح، هدول ما بنعرف شو مرجعيتهم. يعني بنرجع لمرجعيتهم بنلاقي لا إنه مختص لا ولانه حتى دارس كمان، إنما يعني حط وصور وظبط حاله عمل عدد كبير من وبلش المتابعين. يعمل يعني أعداد متابعين لحتى يكون خبير في تطوير الذات، خبير في هذا خطر إنه أنا بصير بدي أجي لهدول اللي بيلقنوني يعني اعتمد على النخبة هي تعطيني كل شيء وأنا أكون يعني متلقي. بس هذا كمان بيعملنا نقص خبر لأنه ما في قدوة، يعني لما ما في قدوة يعني في دائما قدوة. في دائما نحن كنا نقول في قدوة صحيح. يعني العوائل القديمة وإلى الآن بعض محافظ في كبير بالعيلة هو القدوة بتلاقي إيه. هو الأساس. لما الشخص يعني خصوصا المراهقين أو هيدا الجيل يتجه ليقول إنه قدوته من السوشيال ميديا هاد أو هاد أو متأثر هم كمان مش صحيح. لأنه غياب القدوة عنده بالعيلة ولا لا لأنه راك مع الموجة حاليا هو عدم بقى يعني أعطاء الأهمية للقدوة. يعني سابقا كان لداخلي قرار يعني بدخل خلي الأب والأم وبيجي الخال كمان وبيجي العم وبيجي يعني مثلا كل عيلة ممكن يا العم يا الخال هو بيقرر هو القدوة نحن بدنا ناخذ برأيه شو بينصح شو بيقول. هلأ حاليا أصبح يعني عدم الاهتماء وعدم احترام هالقدوة وخلى هالشاب أو هالمراهق يطلع وراء قدوة أخرى من السوشيال ميديا ما بقى أعطى الأهمية والاحترام للقدوة اللي هي كانت بالعائلة. صارت قدوته مين عم بيعطيه معلومات على السوشيال ميديا مين عم بيقول له هيك صح وهيك غلط. وهون نحن دورنا يعني دورنا انه نترك يعني ابنائنا يلحقوا المجتمع ينفلتوا ما وراء ما هو متاح وبعدين نجي نقول لا نحن بدنا اياهم يتمسكوا بمجتمعهم. انت هون بيجي دور العائله لابد من ان العائله تحس فعلا امام هي خطر انه الابناء ينفلتوا من هالعائله ولابد من انه يرجعوا يحتضنوا ابنائهم يرجعوا يتقربوا من ابنائهم ويعرفوا يتعاملوا مع ابنائهم حتى يكونوا موجهين لا ان يكون الاخر هو موجه لابنائهم. اكيد. يعني بختام حديثنا الشيق اليوم الحديث ما بينتهي معك دكتوره ودائما في معلومات. بدنا نشكر وجودك معنا دكتوره تغريد على كل شيء قلتي لنا وللمشاهدين. شكرا لك. شكرا كثير لك. بالاضافه انه انا عندي صار موقعي الالكتروني اللي اطلقته اللي ممكن اي حدا بيحب يدخل عليه وياخذ اي استشاره اللي هو استشارات سلوكيه واجتماعيه bsc.sy. يعني هذا تركته خاصه بهالظروف الصعبه واللي عم لاقي كثير الناس بس بدها مين يعني ينصح فاوجدته بالخدمه. اكيد وقتنا بسرعه خلص معك وكنا سعيدين بوجودك الدكتوره تغريد مسلم استاذه في علم الاجتماع. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. شكرا لك. أما هلأ نور رح نروح لمحطتنا التالية وتحديدا بدمشق. احتفل طلاب المدرسة الأهلية الوطنية بمشروع دمار بمناسبة انتهاء العام الدراسي. خلينا نتعرف أكثر على تفاصيل الحفل الختامي بتقرير زميلنا عمر أيوب. من هذه المنصة احتفل طلاب المدرسة الأهلية الوطنية في مشروع دمار بمناسبة انتهاء العام الدراسي تضمن تكريما للطلاب بحضور أولياء أمورهم. اليوم بالنسبة للأطفال عنا بالكيجي والصف الأول يعد يوم مهم جدا بالنسبة للطفل. هذا اليوم اللي بيتوج فيه الطفل كل نشاطاته خلال السنة ويشوفها مجسدة أمامه، فرحته بأخذ الجلاء، فرحته بالأنشطة اللي رح يعملها حاليا. فنحن نظمنا للأطفال عبارة عن احتفال مبسط سمحنا لهم فيه أن يعرضوا بعض نشاطاتهم اللي هن عملوها خلال العام الدراسي. نحن كتير مبسوطين أنه الأولاد عم يطلعوا لعام جديد وخلصوا عام دراسي وكان في تجربة
تجربة كتير حلوة معهم هاي السنة، ونتمنى أنه السنة الجاية كمان يكون في تجارب أحلى. وبالنسبة أنا كأم وكمس كتير مبسوطة أنه في حفل تخرج هيك واهتمام بهيك بالطلاب من الدكتورة نوار الحريري، كتير كان اليوم حلو. كنا حاولين نعمل شيء مميز للأولاد الأطفال بهي المرحلة، لأنه هن مرحلة حساسة، يعني بيحسوا حالهم أنه رح ينتقلوا لمرحلة جديدة، فحبينا نعمل لهم شيء يضل ذكرى يعني ذكرى بأذهانهم. فهن يعني هن عاملين إنجازات كتير بالمدرسة، في عندهم أنشطة وفي عندهم أشياء كتير، فحبوا يقدموها ويورجوها لأهاليهم في بهذا الحفل. الحفلة اليوم هي حفلة التخرج نهاية السنة، أنا بنتي هون صف أول. طبعا مثل ما شايفين الاولاد كثير مبسوطين وكثير اجواء حلوه ورقص وهيك، يعني الولد انه بحاجه لهيك شيء، عرفت يعني خلال عام دراسي كان طويل، بحاجه لهيك حفله ينبسطوا هيك. مهما كان الطالب يعني بدل بحس انه في حاجز بينه وبين المدرسه بينه وبين المعلمه، بهيك مناسبات وبهيك حفلات بحسوا انه هني واحد منهم وهني من اهله، فكتير مهم يعني تصير هالتجمعات هيدي. الاحتفال تضمن العديد من الأنشطة الترفيهية والمسابقات والرقصات التي عبر من خلالها الطلاب عن فرحهم وسرورهم. أنا اليوم كتير مبسوط وخلصنا مدرسة. أنا اسمي آدم، عمري 7 سنوات، من الصف الأول، هذا آخر يوم في المدرسة، سنتخرج وسنصبح ثاني كلنا مبسوطون. اسمي هايدي، أنا صف ثالث، مبسوطة اليوم بحفلة التخرج، اليوم آخر يوم بالمدرسة. اسمي جينا، أنا صف أول، واليوم كتير مبسوطة لأنه اليوم حفلة التخرج. أنا اسمي ليا وصف أول، هلأ بدنا نتخرج حفلة التخرج. اسمي عبودة وأنا صف أول ومبسوطة بحفلة التخرج. اسمي إيلا، صف أول ومبسوطة كتير. أطفال اليوم شباب المستقبل الواعد الذي يكمل رسالة العراقة والثقافة عبر مسيرة العلم التي لم تتوقف في سوريا. وننتقل سلمى من دمشق وتحديدا لريف حما بمدينة السلامية، فقد أقيم معرض للكتاب بالإضافة لمعرض فني تشكيلي. التفاصيل مع محي الدين فهد بالتقرير التالي. معرض للكتاب مع لوحات فنية في مدينة السلامية، يحملان كلاهما رسالة الثقافة والحضارات السورية وأثارها وقلاعها ومكوناتها، فتنوعت بين كتب الأدباء والمفكرين والسياسيين، وبينها لوحات تشكيلية من أعمال الطلاب والتي تم عرضها في مدرسة ثانوية زينب والفاطمية. هي مبادرة فعلا رائعة من الطلاب مدرسة ثانوية زينب للبنات في السلامية، خصوصا أنه هن أنتجوا هاي المبادرة من وحي منهاجهم، هو منهاج التاريخ اللي بيساعد دائما على يكون في عنا تفكير تاريخي وتحليل تاريخي، فهن قدروا يستوعبوا أنه منهاج التاريخ هدفه هو إعادة الأعمار، هدفه إعادة البناء بالاستفادة من التجارب الماضية، استفادة من تجارب أجدادنا. المبادرة مميزة فريدة من نوعها في محافظة حماة وفي مديرية تربية حماة، طبعا شملت أو جمعت آثار سوريا في قاعة صغيرة، هذه القاعة ولكن هي فعلا صغيرة ولكنها كبيرة بفعلها وبمحتواها من العلم ومن التاريخ. رافق المعرض عروض فنية مميزة قدمها طلاب المدارس، يتم التعرف من خلالها على تاريخ وثقافة هذه المدينة العريقة بكل حب وسلام. موجودين الآن في هذا بمعرض التراثي لإعادة وإحياء تراث هذا البلد، بلد سوريا الذي هو غني جدا بالثقافات،
بالتاريخ. أهمية المعرض كدورنا في ثانوية السيدة زينب كإرشاد نفسي حث الطالبات على معرفة الماضي والتراث والحضارة في القديم لبناء مستقبل أفضل، لبناء جيل واعد. التاريخ مو فقط قصة تروى، التاريخ هو علم بحد ذاته، يجب أن نستفيد من الماضي لنطور الحاضر ونستشف المستقبل. هي الفكرة أنه الربيع فكرة، طبعا استفدنا نحن عم فرجيكم أنه استفدنا من كل توالف البيئة، يعني أبدا ما في تكلفة، شيء كله من التوالف واستفدنا منها بهذا المعرض، يعني شيء بسيط جدا، بس أنه أي شيء فينا نعمله إعادة تدوير ويطلع. هذه المعارض تهدف إلى تسليط الضوء على الأعمال الفنية والإبداعات المميزة والتي تظهر الفن بكل تفاصيله الجميلة لطلبة المدارس والإضاءة على أعمال الطلبة وأبداعاتهم الفنية وأغناء تجاربهم. محي الدين فهد للإخبارية السورية، محافظة حماة. رح نروح لمحطتنا الختامية نور، ورح نحكي فيها عن مشكلة بتتواجد بكتير من المنازل اللي هي مشكلة الرطوبة. صحيح، كتير بنسمع انه بعد ما سكنوا بالبيت او اثناء وجودهم بالبيت ظهرت مشكلة الرطوبة، وهي معروفة انه لها اسباب متعددة، ممكن يكون تسريب ببعض الانابيب الصحية اللي موجودة او الطوابق العلوية عم بيكون فيها مشكلة فبتأثر على البيت اللي تحتها، وكتير قصص تانية رح نتعرف عليها أكثر، رح نعرف هاي المشكلة كيف ممكن يلتقى لها حل، كيف ممكن تتعالج، وخصوصا بالبيوت اللي هن عايشين بقلب البيت مو لسه بيت عم بنحضره. كل هالتفاصيل رح يطلعنا عليها ويعطينا المعلومات الأكيدة المهندس وسام الششكلي المدير التشغيلي لشركة بيلدينغ رانك. صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم أهلا وسهلا فيكم يا هلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن الأسباب الرئيسية للرطوبة، يعني بالمجمل هي سبب رئيسي بنشوفه بمعظم البيوت، يعني أحيانا بيقول لك أنا أسست البيت صح واشتغلت صح بس مع ذلك بيتي فيه رطوبة، بشم ريحة الرطوبة، بشوف فيه رطوبة. الأسباب الرئيسية إذا بدنا نحكي عنها. تمام، هلأ نحن إذا بدنا نقسم الرطوبة، في عندك الرطوبة اللي ناشئة عن الجو أو عن المناخ المحيط، طبعا هي الرطوبة بيكون تأثيرها موسمي ممكن ما بيكون دائم، وعندك الرطوبة اللي ناشئة مثلا عن الأمطار، عن التسريبات، عندك الرطوبة المستمرة اللي ناشئة عن تسريب سواء كان بالصرف الصحي أو بتمديدات المياه اللي هي المياه الحلوة سواء كانت سخنة أو حلوة أو باردة عفوا. فهي بشكل أساسي نحن الفرق بين أنواع الرطوبة. طبعا الرطوبة في منها عرضية بيكون بسبب الجو أو مثلا ممكن يكون تنشف بعد فترة أو تظهر مثلا بالشتاء وتروح بالصيف. صحيح. وممكن في شيء اللي نحن بنخاف منه أو اللي بيكون له تأثيرات كبيرة هي الرطوبة اللي بتكون بسبب تسريب معين، تسريب مستمر، هاي اللي بتسبب الأضرار الكبيرة وبيكون ضررها دائما ومستمر. طبعا مشكلة الرطوبة هي مشكلة عامة وغالبا هي بتترافق مع كل المشاكل، يعني نحن متخصصين بجميع المشاكل، بفحص جميع المشاكل، فدائما أغلب المشاكل اللي بتكون عم تواجهنا بتكون مترافقة مع مشاكل الرطوبة أو بتكون متسببة بسبب مشاكل الرطوبة. يعني فترة الزلازل مثلا كان تقريبا فينا نقول أكثر من 90% من الحالات اللي عم توصلنا أو الحالات اللي عم نشوفها على أرض الواقع كان في أثر للرطوبة، سواء كان إنشائيا أو سواء كان على الديكورات الداخلية وسبب تشققات للأسقف. كمان مثلا بفحوصات الكهرباء وغير قصص في كتير نسبة كبيرة كمان من المشاكل كانت بسبب الرطوبة، خاصة موضوع الكهرباء. فالرطوبة هي مشكلة كتير كبيرة وآثارها كتير كبيرة. هلا ممكن ما تكون تأثر على أساس المبنى أو على إنشائية المبنى على المدى القصير، بس على المدى البعيد لها تأثيرات كتير كبيرة، ولها تأثيرات أيضا بتسبب العفونة وبتسبب أضرار صحية كتير كبيرة، بالإضافة لموضوع الديكورات
موضوع المنظر السيء، كل هدول الأمور بدخلوا ضمن تأثيرات الرطوبة. طيب خلينا نحكي اليوم بعد ما عرفنا المسببات، خلينا نحكي شوي كيفية العلاج. أنا في عندي نوعين يمكن من المعالج، معالجة سابقة يعني وقت بكون البيت لساته على أساسات وأنا بدي أشتغل فيه، وفي عنا نوع اللي بتظهر فيه الرطوبة للناس موجودين مثل ما قلنا بالبيت وظهرت هاي المشكلة. كيف بنعالج بالحالتين؟ تماما. هلا نحن اول شيء لعلاج الرطوبه هو حل واحد ما في غيره، هي معرفه سببها وعلاج السبب، ايقاف الرطوبه. اي حل تجميلي هو حل ممكن مؤقت وممكن يسبب زياده المشكله، انك ما بتعود في تهويه للرطوبه، ما بيعود بتعرفي كيف الرطوبه عم تنتشر، هذا كله بيؤدي بالنهايه لتدهور المشكله. هلا اهم شيء هو معرفه الاسباب. هل هو السبب مثلا انه عم يصير تسريب من السطح الاخير؟ هون بيكون الحل باصلاح تصريف السطح الاخير، اصلاح الميول، ميول المياه، العزل الكامل. هلا في مشكله كثير كبيره عم تواجهنا، هي مشكله حتى لو السطح معزول وقت عم يتم تركيب الطاقه الشمسيه او عم يتم تركيب الخزانات او هذا عم ينضرب العزل باماكن معينه، ما عم يكون في انتباه لمعالجه هي المشاكل. كمان تغطيه المناور، عزل المناور، هذا كله بيدخل ضمن معالجة الرطوبة. أما إذا عم نحكي نحن على مرحلة التأسيس، فمرحلة التأسيس كتير سهل فيها أنه نحن نغطي مشكلة الرطوبة. طبعا بده يكون في استلام لكل مرحلة، أي شيء عم ينشغل بالبيت ممكن يأثر على التمديدات، فدائما لازم يكون في استلام للصحية بعد كل مرحلة. يعني مثلا عندك مرحلة البلاط ممكن تأثر، مرحلة تمديد الكهرباء ممكن تأثر، مرحلة التدفئة ممكن تأثر، فلازم يكون في استلام للرطوبة أو للتمديدات المياه بعد كل مرحلة بناء، لحتى نحن نوصل يعني حتى نوصل لمرحلة ما يكون فيها أي مشاكل سابقة ونغطيها. تماما ونغطيها. طبعا لازم تكون نوعية المواد جيدة. هلا كمان المشاكل اللي كانت عم تواجهنا بشكل كتير كبير هي انه في عنا التمديدات القديمة اغلبها خاصة بمدينة دمشق عم تكون من مادة الفونت. الفونت عمره التشغيلي قليل نوعا ما، فبتصلي لمرحلة انه هو بيفقد عمره التشغيلي وإجباري بده يصير في انهيار بالشبكة، فهي كمان كانت مشكلة كتير كبيرة عم تواجهنا. طبعا هاي المشاكل يعني بده يكون حلها جذري لحتى أنت تقدري توقفي المشكلة. وكمان المشاكل اللي أنت بتواجهك إنه وتكون في مشكلة مشتركة بين كذا طابق أو بالبناء، بتمديدات البناء بشكل عام، هاي المشكلة بتواجه وصعبة لأنه بدك كذا حدا يتفق. صحيح. وكل واحد بيقول لك المشكله مو من عندي. صحيح. خاصه اذا كان في حدا مستاجر مثلا ضمن هاي الطوابق بيقول لك انا ما دخلني بالتصليح، ما لي علاقه. اي فبتضل تتفاقم المشكله لتصل لمرحله سيئه جدا. يعني انا قبل ما كثير نتعمق بهي المشكله ما كنت عرفان انه مشكله الرطوبه ممكن توصل لهي المرحله. يعني نحن شفنا بيوت فعليا هي غير اهله للسكن بسبب الرطوبه، عفونه، تملح دائم، دائما الدهان عم يهر، فهي كلها مشاكل. بالاضافه لانه فتره الزلازل مثل ما خبرتك في كثير اراني ابنيه كانت مهمله بسبب الرطوبه، كانت الرطوبه واصله لحديد التسليح، سبب صدأ حديد التسليح، البيتون بحد ذاته تحسيه متهالك تماما، فهذا كله كان عم يسبب. وهذا يمكن يكون تفسير منطقي نوعا ما انه الابنيه بالمناطق الساحليه والمناطق اللي فيها رطوبه كان تاثيرها بالزلازل اكبر كثير من الابنيه الثانيه. فمشكله الرطوبه يعني مثل ما قلت لك على المدى البعيد لها اثار جدا سيئه. صحيح. طيب خلينا نحكي يمكن مثل ما قلت هو الحل الاساسي للرطوبه هو الحل المشكله من جذرها، بس احيانا يعني بما انه سكان البيت قاعدين بالبيت واحيانا ممكن تكلف تكاليف ماديه كبيره بالوضع الحالي بيلجؤوا لبعض الحلول. عم نسمع مؤخرا استخدام ورق الجدران، يعني لانه بنعرف مثلا الدهان بهر، ورق الجدران امن يعني ممكن يكون حل المشكله لسنوات ولا لا؟ هيدا الحل منه جيد؟ هلا بالنسبه لورق الجدران او اي ماده اكساء ثانيه،
طبعا أنا ما عم بدخل بالتفاصيل الفنية للمواد، بس هي بشكل عام عم تزيد المشكلة مثل ما خبرتك، لأنه أنت عم تغطيها ما عم تعود متعرضة للتهوية. ورق الجدران تحديدا ما بيصمد بظن أكثر من سنتين ثلاثة على 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 مشكلة الرطوبة. فالمشكلة الأساسية هي إنك أنت تحلي المشكلة من جذورها، لأنه أنت شو ما غطيتي. يعني نحن واجهتنا كثير مشاكل، كان مغطين مثلا نص الحيط، كان الحيط من تحت مثلا فيه رطوبة، غطوا نصه مثلا بحجر أو بهيالة، فبتلاقي الرطوبة طلعت لفوق. عرفتي كيف؟ فالرطوبة عم تستمر وما عم تعرفي وين رايحة، وعم تنتقل من طابق لطابق وعم تتفاقم. فنحن مشان هذا الموضوع في تقنيات معينة، نحن عنا تقنيات تعتبر من الأحدث بالعالم لكشف مشاكل الرطوبة، سواء كانت بالتصريف الصحي أو بالتمديدات بدون ما تحتاج للتكسير. يعني أنت تكشفي مكان الرطوبة بالضبط وين، بحيث أنك أنت تعملي أقل ما يمكن ضرر على البيت. طبعا في مثل ما قلت لك في تمديدات بتكون منهارة بشكل كامل، هيدا يكون بحل بدها حل جذري مثل تمديد خارجي أو أي حل تاني. بس بشكل عام نحن قادرين أنه نحدد وين مكان التسريب بشكل دقيق، وممكن نحن نصلح فقط هذا المكان بحيث أنه نحن نوقف المشكلة. طبعا المشاكل كمان اللي عم تصير أنه أنت ما عندك جهة محايدة هي اللي عم تحط الحل. أنت دائما كان عم يتم اللجوء أنه يا أما لفني صحية يا أما لتاجر مواد، فتاجر المواد من مصلحته أنه يبيع مواده، فني الصحية أغلبهم من مصلحته أنه يكبروا المشكلة مشان يزيد الشغل. فهي فكرة شركتنا بكل المجالات أنه هي جهة محايدة استشارية، جهة محايدة. يعني أنا برفض رفض قاطع، كثير بينطلب منا أنه نحن ننفذ الحلول اللي نحن منحطها، نحن بنرفض رفض قاطع مشان ما يكون في تداخل مصالح، مشان ما يكون مصلحتنا أنه نكبر المشكلة. خلاص أنا جاي أفحص، سواء كبرت المشكلة أو صغرتها أنا فحصي هو واحد. فأنا دائما بلجأ للحل الأسهل، للحل اللي بكلف أقل ما يمكن، للحل بحل المشكلة. لأنه في كتير حالات عم يكون عنا مشاكل متراكمة، يعني يا أما من طابق لطابق يا أما بيكون في تسريب كذا مكان، فهي لازم تحليها واحدة واحدة لحتى تصلي للحل الصحيح. صحيح. طيب أستاذ، خلينا نسأل اليوم كمان، بعض الناس بيعانوا من مشاكل وخصوصا اللي بيسكنوا بالطابق الأخير، بيكونوا معرضين أكثر لعوامل البيئة من مطر وحرارة، فبيعانوا كتير من أسطح البيت عندهم أنه دائما بيتعرض للرطوبة. هاي المشكلة، هل في مواد عزل معينة لازم الطابق الأخير يكون دائما أخذ باله مثل ما بنقول منه؟ هلأ مثل ما خبرتك، هلأ أهم شيء بالطابق الأخير يكون ميول تصريف المياه صحيحة، يتم التأكد بشكل دوري من تصريف المي انه المجاري جميعها مفتوحة وشغالة. وكمان مواد العزل شو ما كان، في عندك عدة انواع مواد عزل، يعني سواء بالرولات الزفتية او سواء بالدهانات او العزل المائي، اي نوع عزل بده يتم تطبيقه بشكل صحيح. كل مادة إلى طريقة تطبيق معينة ومواصفات فنية معينة، بس أهم شيء إنه يتم تطبيقه بشكل صحيح على كامل المساحة، يتم تغطية حتى الجدران، لازم يكون في مغطى 20 سنتي سفلي منه، يتم تغطية جميع الأماكن. ومثل ما خبرتك وقت يتم أي تعديل على السطح يرجع نتأكد من معالجة المكان. يعني هلأ أكثر مشكلة عم تواجهنا هي مشكلة تركيب الطاقة الشمسية، عم يكون في تثبيت براغي، عم يكون في تثبيت قواعد طبعا، لأنه أنت ضربتي العزل هو سطح واحد، عرفتي كيف؟ فأنت وقت صار في ثقب بهذا العزل صار هذا. شو الطريقة الأمثال؟ هلأ غالبا نحن بنستعمل أنه يكون يا أما من حلقم حوالين البرغي، يا أما بيكون معه مادة إيبوكسي بحيث أنه نغطي هذا المكان ما يتم فيه عزل بس مكان البرغي، أما الباقي إذا معزول صح فما عندك أي مشكلة فيه. مثل ما قلت لك الأسباب الطبيعية هي أسباب موسمية. لا في مناطق يعني ما بتقدري أنت تحليها غير بمواد إكساء معينة، بمواد عزل معينة، أنه هي شيء من الرطوبة ما فيك تحلي السبب. فهذا الشيء لازم يتم متابعته من الأساس، يعني بداية من حديد ممكن يكون مغطى بمادة إيبوكسي معينة معزولة، لنوع البيتون، لعزل الأساسات،
لا حتى تصلي للألمنيوم والواجهات وعزل الواجهات، لا حتى تصلي لأدق التفاصيل، ممكن مفصلات البواب، ممكن مفصلات المطابخ، كلها هي بتختلف بالمناطق الرطبة عن المناطق العادية. صحيح. فهذا الشيء كله لازم يتاخذ بعين الاعتبار. أكيد. بختامنا نشكرك المهندس وسام الشيشكلي على وجودك معنا. شكرا كثير. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتها. أهلا وسهلا فيكم. لهون سلمى بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، والتقانا بكرة على شاشة الإخبارية بنفس التوقيت مع أهم محطات رحلاتنا الصباحية خلال الأسبوع. نتمنى هنهار يحملكم الخير والفرح والرزق الكتير وراحة البال لكل الناس يا رب. أكيد. نهارك سعيد نور، نهار سعيد لكل مشاهدينا. بدنا نشكرهم على المتابعة، وطبعا مثل العادة نحب نذكركم اللي بيحب يبعث لنا أي موضوع أو اقتراح فيه يراسلنا على صفحة صباحنا غير على الفيسبوك، لا يقترح ضيوف ممكن يكونوا ضمن محطاتنا الصباحية أو مواضيع بتهمكم. ضلوا بألف خير. باي باي. باي باي.